جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال قريب من السؤال الأول لكن لعل لكم إضافة شيخ صالح. يقول: بعض المناسبات تجد فيها الرجال والنساء يجلسون في مكان واحد، والرجال أجانب والنساء كذلك، هل يجوز هذا؟ وهل تجوز أيضا مصافحة النساء؟ وجهوا لنا نصيحة واضحة حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. هذا أمر لا يجوز للمسلمين أن يختلط الرجال مع النساء اللاتي لسن من محارمهم، لا في مجالس ولا في غيرها. الواجب أن تكون النساء جالسات على حدة ومتسترات، وأن يكون الرجال على حدة. أما اختلاطهم وجلوس المرأة إلى جانب رجل أجنبي منها فهذا أمر لا يجوز، أو جلوسها في ناحية من المجلس وهي غير متسترة فهذا أيضا أمر لا يجوز. فالواجب الحجاب والتستر، والواجب أن لا يختلط الرجال مع النساء، والمصافحة حرام بين الرجل والمرأة التي لا تحل له لأنها سبب للفتنة. وإن فعلها الكفار أو الذين يقلدون الكفار فلا عبرة بهم، القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم لا تمس يده يد امرأة لا تحل له حتى في البيعة، فكان صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام ولا يبايعهن بالمصافحة، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. نعم.